مساء الخير. يوم جديد بيطلع علينا وحلقة جديدة من Propertyours، هالبرنامج اللي بيعرفكن على كافية أنواع العقارات المتوفرة بلبنان. إذا حابين تتملكوا بيت بالجبل أو بالساحل، فيلا أو حتى مكتب تجاري، تابعوا الحلقة، خليكن معنا. بيروت جاردنز بروجكت بآخر مراحل الفينيشينج، موقعه بأهم نقطة بوسط بيروت كاشف عفيو البحر والمرفأ. مكون من 3 أقسام، محلات تجارية، مكاتب وشقق سكنية. 4 بلوكس، 2 للمكاتب مع مدخل مستقل و2 للشوبس والأبارتمنت. مساحات الشقق بتتراوح بين 180 و 450 متر مربع سامبلكس وبين 275 و 435 متر مربع دوبلكس. عدد الشقق الأفيلبل للبيع 26، أما المحلات التجارية 9، بالإضافة لأربع أندرغراوند فلورز للباركينج والستورج روم. مواصفات العمار على مستوى عالي ومودرن ديزاين بالخارج. أما بالداخل رخام أوروبي وباركي ماسيف، شوفاج وسنترال أي سي، خدمات عديدة مأمنة بالمشروع، سويمينج بول، جيم، سيكوريتي 24/24 و4 برايفت جنريتورز. بيروت جاردنز هاي اند بروجكت بجيتد كوميونيتي بمنطقة استراتيجية قريبة من أهم المراكز التجارية بالمدينة، والتسليم بأول 2018. شاليه فخم للبيع على شكل فيلا بيك فردبيان، موقعه استراتيجي قريب 50 متر من المزار وكاشف عفيو جبل ما بينحجر. مؤلف من 3 طوابق للسكن ومساحته الداخلية 225 متر مربع، تابع لإلو جاردن 240 متر مربع. موقع الشاليه آمن بجيتد كوميونيتي وبرايفت انترنس خاص. 4 بيدرومز بالإضافة لأوبن ليفينج سبيس وكيتشنت، أما الفينيشينج هاي أند من أبرزها سانيتري أوروبية، باركي ماسيف، لايتينج ديزاين وفاير بليس. شالي بيك فردبيان جاهز للسكن ببرايم لوكيشن قريب من أهم مراكز التزلج، مع أندرغراوند فلور خاص للسكن والستورج. ويزي هيلز هاي اند بروجكت بمرحلة الكونستراكشن، موقعه استراتيجي ببعبدا قريب من وزارة الدفاع وعلى بعد 10 دقائق من بيروت. فيو بطل على البحر والجبل، ارتفاعه 350 متر عن سطح البحر. بروجكت مؤلف من 13 بلوكس للسكن. مساحات السامبلكس تتراوح بين 190 و230 متر مربع بالإضافة لجاردنز، أما الدوبلكس بين 330 و400 متر مربع بالإضافة لتيراس. لوكجيري فينيشينج بالداخل. بروجكت خاص للسكن بجيتد كوميونيتي ومأمن فيه سيكوريتي عالية. من أهم الخدمات المأمنة بالمشروع جيم، سوبر ماركت، جاردنز، 2 سويمينج بولز وكافيه. سبيسيفيكيشنز عالمية منها عمار إيكو فريندلي، ووتر بروفينج سيستم، سيستم ضد الزلازل، دبل جليزينج وبرايفت جنريتورز. كل أبارتمنت تابع لإلها 2 لـ 3 باركينج بالإضافة لستورج رومز. لويزي هيلز لوكجري بروجكت ببرايم لوكيشن وأكسس سهل من الأوتوستراد ومعايير عمار عالمية، أما التسليم بآخر صيف 2019. جي تاورز بالأشرفية بروجكت سكني، موقعه استراتيجي كاشف عفيو البحر والمدينة،
مشروع جاهز للسكن ومؤلف من 100 شقة، أربع بلوكس وعدد الطوابق بين 14 و 21 طابق، وست مساحات مختلفة للشقق بتتراوح بين 145، 176 و262 متر مربع. دوبلكس واحد بآخر طابق من كل بلوك، معروف تيراس وبانوراميك فيو. 50% من المشروع أفيلبل للبيع والشقق بمساحات مختلفة، بالإضافة لجيم مشترك وبرايفت اندور بول. من أبرز السبيسيفيكيشنز، دبل وولز ودبل جليزينج، سيكوريتي مأمنة، وبالداخل رخام إيطالي، باركي ماسيف، كيتشن وباثرومز أوروبية، بالإضافة لفول سيلينج ولايتينج ديزاين. جي تاورز بالأشرفية بروجكت سكني آمن، مع أربعة أكسس مختلفين من الطريق العام وقريب من أهم مراكز التجارة والخدمات. أربعة هاي أند بلوكس جاهزين للسكن، بالإضافة للأندرغراوند فلورز للباركينج بكل بلوك. ريزيدنس 858 تاور جاهز للسكن بالأشرفية، بمنطقة استراتيجية وحيوية قريبة من أهم مراكز التسوق والترفيه والخدمات. مؤلف التاور من 14 طابق للسكن وثلاثة أندرغراوند فلورز للباركينج والستورج. أول قسم من الأبارتمنت شقة واحدة بالطابق، مساحتهم 233 متر مربع. أما القسم الثاني شقتين بالطابق والمساحات بين 96 و137 متر مربع. عدد الشقق 23 وبس عدد قليل available للبيع. أبارتمنت مصممة بأحدث التقنيات ومأمن فيها air conditioning و heating system، double walls، fire alarm system و two elevators بالإضافة ل two private generators. أما بالداخل رخام أوروبي و high end bathrooms و kitchens. ريزيدنس 858 ريزيدنشال تاور بالأشرفية، تحديداً شارع شارل مالك، كاشف على فيو المدينة والبحر. لكجري انتيريورز بالإضافة لمعايير عالية بالعمار. أعلن معهد الإحصاء التركي أن مبيعات المنازل ارتفعت بنسبة 10% بأذار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتم بيع 129 ألف وحدة سكنية بأذار بزيادة 27% عن شباط. وبعد خفض ضرائب المبيعات وحملات الدعاية للشركات العقارية اللي هو السبب لهالزيادة، وانخفض عدد العقارات المباعة للأجانب بتركيا بنسبة 1.1% على أساس سنوي، على الرغم من الحوافز الحكومية لتشجيع المشترين من الخارج. كما ارتفع عدد الرهون العقارية الجديدة بأذار الماضي بنسبة 30% مقارنة بالسنة الماضية. هيدي كانت حلقتنا لليوم، أنواع كثيرة ومواصفات عديدة عن العقارات ناطرتكم بحلقتنا بكرة. ما تنسوا تتابعونا وترسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. أيضا لكافية المعلومات حول العقارات المطروحة للبيع ضمن برنامجنا زوروا propertyyours.com وصفحتنا على الفيسبوك. كل حلقاتنا بترجعوا بتحضروها على mtv.com.lb/programs. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من العقارات والأخبار العقارية. خليكم على الموعد.